أراضي وعمارات وعفش وأملاك وعيشة وتاريخ وحضارة البني آدم إنه ينتزع منها مرة واحدة. هنا فعلا المأساة، إنك تروحي على دارك تدخليها زي الحرمية أو تحاولي إنك تتسللي عشان تشوفيها، لأنه ذكرياتهم كانت هناك، طفولتهم كانت هناك، حياتهم حياة هناك، حياتهم. أنا أخذت الإحساس الوطني من خلال روايات سيدي وستي وأبوي وأمي. يعني فلسطين كانت مأهولة، كانت جنة. قديش إلنا أرض، إلنا دار، إلنا بيت، وغصب عن أبونا طلعنا منه ومنقدرش في بعد 67 إنه يدخلوا. فهاي أكبر حسرة. في ناس ماتت في الطريق، عطشت، ماتت، في أطفال اتأذوا. يعني كانوا الناس يمشوا على الجثث. هلأ بالنسبة لسيدي وإخوالي اثنين، طبيعي أخذهم وظلوا طالع من طريق. إحنا عند اللاترون نزلونا، أبوي تسلل وطلع من غير طريق. المهم إحنا كنا العيلة صفينا ثلاث أجزاء. التقوا طبيعي، صاروا دوروا على بعض، بتعرفي في هناك في النهاية التقوا الثلاث أقسام وقعدوا 10 أيام. قعدوا 10 أيام تحت الشجر مش ملاقيين ولا أي قرنة ولا أي زاوية اللي تقويهم أو اللي يقعدوا فيها. أمي كانت في هذاك الوقت عروس، يعني تقريبا شبه فيش لها سنة ونص سنتين يعني متجوزة. خبوا كل أغراضهم في البير في الليد يوم ما طلعوا، على اعتبار طلعوا على المحطة زي ما حكيت أول يومين ثلاثة خمسة أسبوع ويرجع. ما كان في الفكرة إنه يكون في عدم الرجوع نهائي، فبالتالي كان عندهم أمل. يعني ما حتى ذهبها ما حملتوش، يعني المفروض يضل عندنا أمل. إذا مش على زماننا يمكن على زمان أولادنا.